مساء الخير من منطقة جبال القفقاز. نحن نتواجد الآن بجانب نهر أراغوي، نهر أراغوي الذي يتلقى مياهه، يتغذى مياهه من ثلوج جبال القفقاز. احنا كنا في جبال القفقاز على ارتفاع 2700 متر، وهناك كانت فعالية اليوم. ومن ضمن هذه الفعاليات أيضا أنا طلعت في رياضة المظلات، الطيران بالمظلات، ووصلنا لهون تغدينا مع بعض، متواجدين عاملين كيف شايفين بالصورة وراي مواقد وما شابه ذلك. أعطيكوا تشوفوا النهر شوي. نهر أراغوي. احنا وين القمم البعيدة؟ بحاول اجيب الصورة. تواجدنا وين؟ فوق مكسوة بالثلوج. كنا هناك وابعد شوي، هون اولها، وكنا هناك ابعد شوي. نهر أراغوي يتلقى يتغذى المياه تبعته من هذه الثلوج، ثلوج جبال القفقاز. عرضه هون حوالي 150 متر، عرض النهر هون ما يقارب 150 متر وين متواجدين. احنا هون عملنا استراحة غداء او عشاء، كيف بدكم حسبوها. ثلاث خراف ذبحناهن، شويناهن على النار، وأكلنا وولعنا المواقد، والكل بيستعد إسا هيك لحفلة صغيرة هيك على الدحية. المواقد قاعدين بيبنوا المواقد هون، كيف احنا شايفين الكل جاهز للدحية. الدحية على أصولها، أهلنا في النقب.
عبد الرحمن كمان بشارك بالدحية. الدحية على أصولها من إخواننا في النقب. الكنافة على النار. Yeah.
الدحية على أصولها. مرة أخرى نحن نتواجد في جبال القفقاس، والأجواء الاحتفالية بعد تناول وجبة الغداء هنا. الشباب طرباني الدحية. بدكو تعملوا وجه صف حدا هيك شوي؟ بيدفع. يلا ظبط ظبط الامور، بدنا نعمل هيك نظرة. مين؟ هلا. أما جمال أبدعت، أبدعت جمال. حبيب الله يسعدك، الله يسعدك، الله يطول عمرك إن شاء الله. مسابقة السعيدة إن شاء الله أبو فادي. حضر حالك هون هسه. إن شاء الله إن شاء الله. حبيبي أبو فادي. ألو سلام. كيف تبطل؟ احنا قبل المغرب بشوي، الطقس بارد شوي، مواقد هيا ورد الحب في روضة بنسيها للعطر وطيب للرجال بمسي حلوي بن عابد حلوي بن عابد على رجاله صف الحدة. ارفع الصوت، ارفع ارفع الصوت على الاخر. يا هلا الضيف الرحمن، 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 يا ه
هلا الضيف الرحمن يا هلا الضيف الرحمن يا هلا الضيف تعال وين رايح يا هلا الضيف الرحمن يا هلا الضيف الرحمن خليني صف ابو محمد
الصباح وبالمساء وبالصباح هو الله يمسيك بالخير هو الله يمسيك بالخير ويا جميع الجماهير ورب بجنحه وعلى الطيارة ورب بجنحه وعلى الطيارة هالدنيا بنجاح او بدنا بهالدنيا بنجاح او نادي رجال الحريه او شباب وختياريه او شباب وختياريه مباشر هذا المساء في نهاه هي والفراح اليوم عند دار ابو فادي ايه ما بدهنش يروحوا يعني كنت بدي انهي البث ما بدهنش يروحوا شو رايك هسه بلشت الحفله هسه بلشت صرت حلو والاجواء كثير حلوه طيب ها. طيب من مدد البث شوي معنا وقت محدود في القمر الاصطناعي اللي ببث التوبة الأزرق قلبي بيتحرى والتوبة الزهري حيرني بأمري هز خسارك هزي زحمة قلبي وغزي دار ابو حسين نحييكم دار ابو اللواء انضموا كمان قلبي وغسيه
شعل نار خلي قلبي يغار بغمز من عيونه بخلي الليل نهار انا بيدي بشعل نار خلي قلبي يغار غمز من عيونه خلي الليل نهار خط الضاك اللي هناك وديت عند باص عشان خلص حرام لا خط الضاك كفو ابو رامي مساء الخير ابو رامي الانوار حبيبي ابو رامي مدير المسرح السلام مدير مسرح السلام في سخنين ابو رامي انطباعات نحب نسمع من فنان انطباعات شوف انطباعاتي زي انطباعات اي انسان مبسوط فرحان بالحضور بالمشتركين كل الملاح وكل عندي تحلوا باخلاق حميده واخلاق عاليه وطول روح وصبر ورحله ما فيش منها وان شاء الله تعاد كل مدي يعني والله يرضى عليك يا ابو فادي اللي بتغطي كل الفعاليات والنشاطات بشكل صادق وبشكل مثبت وانا كثير مبسوط كمان وجودك معنا بزيد نايم بساط يا ابو فادي يا هلا فيك يا هلا بيك ابو رامي ابو رامي أمل إنه لقدام نشوف المزيد بعد الرحلة بعدنا بنص الرحلة إن شاء الله المزيد بعد من المفاجآت راح يكون الله يجعل تمام خير رحلة تتم على خير ونكون كلنا مبسوطين نوصل على بيوتنا بخير وسلامة جميعا ونلاقي أهلنا بالبيت بخير وسلامة يا ربي وخير وخير الختام هو بطلبوا مني تمديد الوقت في معنى القمر الاصطناعي محصورين بالوقت هنا ام اهاب وام علي وام فادي وام كوان مش فاهم شو المفاجاه اللي محضرين لي اياها طلبوا مني يا ضي فادي واحنا اليوم بفياك يا برج علي وكل الناس بفياك يا وسالت رب السماء يرحم عيون بياك مع بينك وبين خيات شا كلمات ابو طيب احنا خير الختام هذه الشعبية نكتفي حاليا بهذا القدر من البث المباشر من جبال القفقاز نقدر نقولكو نقدر نقول لكم مالكوش خاطر نقدر نقول لكم مع السلامة إلى اللقاء